دي الميه دي جايه من البيوت اللي جنب المحطه في الشرقيه. تمام. الراجل المراسل بتاعنا جابها لنا. مالها بقى الميه دي؟ بنشوفها يا فندم. ما انا نشوف نشم ريحتها الاول. شم انت؟ نشم. برضو يعني انفك اكيد غير انفي. ماشي. ايه راي حضرتك؟ مفيش حاجه. شم كده حضرتك؟ دي اللي من الحنفيه. وحضرتك ممكن تشربها. لا فيها حاجه. لا فيها مش كده؟ طبعا. ريحه مع اني على فكره انا حاسس الشم عندي ضعيف عشان حاسه بس شمها. طب معلش بقى انا مش شامم فيها حاجه. شم فيها ايه؟ طب قولي لي شم فيها ايه؟ لا ليها ريحه. ليها ريحه الميه المفروض مالهاش ريحه. بص حضرتك في ريحه الزجاجه. خلي بالك ريحه الزجاجه. لان انت بص حضرتك الميه دي فيها كلور. لما تحطها في ازازه زي دي بيحصل. بس انا لو شربتها دلوقتي ما جريش حاجه. لا انا لازم احللها. حللها. ما اقدرش اقول لك اشربها. مش الصح بنقول الصح. احنا جايبينها من الحنفيه اللي في القريه. تمام. يعني عايزك ممكن تاخد. بص حضرتك لا ما ينفعش. ما ينفعش. بص حضرتك انا هقول لحضرتك على حاجه. تمام. يعني عايزك ممكن تاخد. بص حضرتك لا ما ينفعش. ما ينفعش. بص حضرتك انا هقول لحضرتك على حاجه. ايه راي حضرتك؟ مفيش حاجه. تمام. يعني عايزك ممكن تاخد. بص حضرتك لا ما ينفعش. بص حضرتك انا هقول لحضرتك على حاجه.